واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع السلع منتهية الصلاحية. تتواصل النجاحات الأمنية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها للجرائم التموينية، لا سيما جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية وغش السلع أو حجبها عن التداول بالأسواق. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 56 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط 30 طن ملح طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية. كما تمكنت من ضبط طنين دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخبز سياحي بالشرقية. ومع استمرار جهود الإدارة تمكنت من ضبط 12 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 4 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بقنا. ونجحت الإدارة في ضبط 34 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتمثل خطراً على الثروة الحيوانية حال طرحها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة الشرقية، وضبط 11 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بمحلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وضبط 4 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الإدارة من ضبط 41 طن ونصف مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بنطاق محافظة القليوبية، وضبط أكثر من 64 طن ونصف سكر ومواد غذائية متنوعة أخرى تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة بالأسواق بنطاق محافظة الجيزة، وضبط 5 أطنان دقيق مصاحب مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 15 طن سلع غذائية متنوعة قام مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط قرابة 22 طن سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية قام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة والمسؤول عن إحدى شركات تجارة الجملة بقنا بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. كما تمكنت الإدارة من ضبط 33 طن ونصف أعلاف حيوانية قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بالقاهرة والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول.